جهاز الانطلاق مسافة 1800 متر تندفع على بركة الله للتنافس في الشوط السادس على مسافة 1800 متر ومبلغ 80,000 ريال على كأس المؤسسة العامة للمواني بمشاركة ديدا حان شموخ العز ولد حضن مرجان رحيان وريحان وزهرة الربيع وتيهور وديموم والتقدم للرحيان في المركز الأول مع الخيال سمير الدعجاني رقم 7 رحيان من نسل مدهش في المركز الأول زهرة الربيع المركز الثاني مع وصول تيهور المركز الثالث في وصوله باللهوم الآن ولد المركز الرابع في تحاذي مع زهرة الربيع من الخارج في تقدم للجواد رحيان في المركز الأول مع الخيال سمير الدعجاني وكأس المؤسسة العام للمواني ومبلغ 80,000 ريال نجمع التنافس جهاد وفراس الانتاج عمر الأربع سنوات فأكثر وتقدم الآن من الخارج لولد مع محاولات مرجان ولد برقبة مرجان من الخارج يحاول مع ولد مع اجتياز الجهاد علامة 800 متر تبدأ مراحل الحسم الآن في التحاذي ما بين كل من ولد المرشح وأيضا مرجان من الخارج والتنافس يشتد أكثر في وصول حضن من الخارج مع المنعطف الأخير وأيضا وصول رحيان أيضا المنافس القوي وأيضا الديدحانة ومن خلفها شموخ العز إذن الخط المستقيم الآن ولد في الصدارة ولد مع أحمد الشايع وحضن يستحث عبد الله سعيد تنافس الخيالة المتواجدين في قائمة دوري الخيالات الإنتاج والمستورد أحمد الشايع وأيضا عبد الله سعيد أحمد الشايع محاولة الدخول الديدحانة مع كريستيان فيلبون الآن من الخارج مع تقدم حضن والدخول القوي الآن للديدحانة اللي تحسم المواجهة لصالحها والمركز الأول للديدحانة من نسل شقران لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير. إذن الديدحانة